آخر صوت هاخده معانا النهاردة والفنانة الجميلة داليا مصطفى. كل سنة وانتي طيبة وقمر. ومسي، شكرا ليكي قوي، مسي لحضرتك. ازيك؟ انا عارفة ان الاجواء بتبقى عارفة ملمومة كده في عائلة داليا مصطفى، وان المحبة دايما في الباب، في البيت، قعدتنا في البيت مع الاهل، وعندنا اصدقاء كتير جدا في الوسط الفني وبراه من اخواننا المسيحيين وغيرهم. بتعملوا ايه في العيد وهتقولي لهم ايه؟ اقول لهم يعني انا من يعني اقول اولا لصحابي من وانا طفله وفي المدرسه، انا من شبرا اصلا، فانا عندي كتير قوي كانوا من اصحابي مسيحيين، وعشت معاهم كتير قوي قوي في طفولتنا، كانوا كنت بروح معاهم الكنايس وبتاع، وانا بحبهم جدا جدا، وليا اصدقاء كتير منهم، هم قد ايه ناس محترمين وجمال حقيقي، وهم اهل محبه بالفعل. يعني عايزه اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه كلنا طيبين مسلمين ومسيحيين، وعيد مجيد سعيد عليكم يا رب دايما، يعني يا رب على الدنيا كلها. يعني من المحبه والاخوه اللي بدات في الشارع من شوارع شبرا للتهنئه الحلوه دي، هنقول لك انت كمان كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل احبابك دول حواليكي ودايما مع بعض. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. سلامه. ميرسي قوي. مع السلامه. مع السلامه.